كفل يتيما. قال الإمام الحسين عليه السلام: من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستطارنا، فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه. قال الله عز وجل له: يا أيها العبد الكريم المواسي، إني أولى بالكرم، جعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه 1000000 قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم.